السلام عليكم. خويا منين جاي انت؟ خويا من شركة ولا من ولاد بورحمة. ولاد بورحمة؟ أييه. جاي خدام ولا؟ لا حنا دابا سالينا خدمة وكما كتشوف دابا راه الطريق مبلوكي. الطريق مبلوكي شحال وانت تتسنى هنا؟ تقريبا في هاد البلاصة؟ تقريبا دابا شي نص ساعة دابا. والطريق اللي جيتي بها كانت عادية ولا توصلتو لهنا؟ لا توصلنا هنايا. القلعة مبلوكية من القدام. على حساب هادشي اللي طرا في لالا ميمون. وإلا كان هادشي في صالح ديالنا راه غنصبرو. إلا كان هادشي راه مبلوكي شي واحد من القدام راه. دي دابا ما جوج وحنا حابسين هنايا، الطريق حابسين الطريق وجايين مغفساي غادي لمدينة سالا، والسلعة ديال الناس جاي مغفساي تاونات غادي لسالا. وحبسونا خويا انا حبسين في الطريق وعندنا السلعه ديالهم اللي غتخسر لينا في الطوموبيل. شحال بقيت تقريبا في هذا البراج؟ هادي تقريبا ساعه د المكانه وانا حاصل هناك. وعندك شي سلعه جايبه؟ عندي شي سلعه وكتخسر. غتمشي للسلا او شي ترجع؟ غادي نمشي للسلا ونرجع. يعني ما لقيتيش شي مشاكل في الطريق؟ كاين مشاكل غير هنا لقينا في هذه البلاصه المشاكل. ما من الطريق الاخرى؟ لا لا الطريق الاخرى عاديه، جينا عادي وصلنا لهذ البلاصه هذه. شنو العمل ديالك؟ كندير ترونسبور بائع متجول. الله يسخر لك. الله يحفظك خويا، شكرا. السلام عليكم. مين جاي؟ شمن جاي؟ من سيدي سليمان. سيدي سليمان وانت كتشوف الطريق يعني فوق ساعه ولا ساعه ونص وحنا واقفين ما عرفنا شنو غنديروا، واش نرجعوا ولا نديروا. انت كتسمع شي واحد كيقول لك مقطوعه، شي كيقول كثير، حنا واقفين. واش انت جاي على عمل ولا غير جاي؟ لا جاي على عمل، غادي عند شي مهمه، غادي للمستشفى. قنيطره؟ غادي للمستشفى قنيطره. شحال انت تقريبا في هذا البراج انت حاصل؟ شي ساعه ولا ساعه ونص وانا بحال هكا مازال حاصل. ساعه ونص؟ شي ساعه ولا ساعه ونص. واش غنديروا؟ حنا كنتسناو كلشي بيد الله سبحانه وتعالى. واش نمشيو نوصلوا ولا ما نوصلوش؟ واخا نبغي نرجع ما يمكنليش نرجع. كاين اللي كيدوز من الغابه وكيرجع من هكا، حنا ما خصناش فين ندوزو، واش ندورو؟ ما لقينا منين ندوزو وحنا واقفين كنتسناو ساعات ولا ما عندنا ما نديرو. جاي من الله منا خدامين. يعني الطريق واش ديما ديال هكا ولا غير؟ واه اليوم هي بعض الخطرات كتكون قليل فاش كتكون، فهمتيني؟ غير مره مره وصافي. هاد المره اليوم اللي شويه زايده هادشي. شوف ابار لاليمين، واش هي كورونا قبال؟ شوف بعيد عليها لالا ميمون هادشي هذا، فهمتيني؟ الطريق هكا ديما هكا، هي ديما هكا، مرة كتكون هكا مرة ما كتكونش هكا، فهمتي ولا لا؟ ماشي ديما 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 ديما، غير اليوم اللي زايدة شوية القضية. أخويا على حسب الكونترول شحال هاز من بلاصة، فهمتيني؟ الطاكسيات عاوتاني شحال هاز من بلاصة، وداك الشيء علاش كيكونتروليو، هذا الشيء هو اللي كاين دابا، هذا الشيء اللي معطل هاد الناس هادو كاملين. إوا راه دابا راه جاية دابا تقريبا، شنقول لك دابا راه شي 40 دقيقة دابا حنا واقفين هنايا، فهمتيني؟ مازال عندنا حنا الإدارة خصنا عاوتاني نديرو إدارة، دابا راه مشاتنا الإدارة. عندنا كنديرها، هذا هو المشكل. حميد جابوريك رئيس الهيئة الوطنية للوقاية والحد من الكوارث الطبيعية والمحافظة على البيئة. لجنة اليقظة ديال الهيئة في إقامة التخسيس اللي تنقوموا به مع الساكنة، لقينا هذا الاكتظاظ الكثير اللي قدامكم تشوفوه، والنتيجة الأساسية وهو هذا الوباء ديال كورونا اللي كاينة في جماعة لالا ميمونة وكاينة في مولاي بوسلام، خلات الناس يلتجئوا لمدينة القنيطرة الأغراض ديالهم والأحوال ديالهم، وهذا هو اللي تسبب في هاد العرقلة ديال السير. ولكن وزير الدارك راه تيقوموا بواحد المجهود جبار في هاد التسوية بالتنسيق مع المجتمع المدني والأعضاء ديال الهيئة الوطنية، كلهم تيساندوهم باش يكون هاد يكون هاد الممر يدوز بالسلام تحت بالطبع، باش يديروا المراقبة الحقيقية والواجبية ديال الوعي والتحسيس اوتوماتيكمون. حنا بالنسبة لنا نخدموا مع هاد الخدمة، ولكن الدار خصهم يلتزموا بالأوامر اللي معطياهم باش يديروا التفتيش، اللي ما عنده شي رخصة واللي ماشي من المنطقة وداخل الشيء هذا تيخافوا باش ما يوسعوش هاد الوباء لمدينة القنيطرة، علما أن مدينة القنيطرة فيها صفر حالة، ولكن النواحي ديالها هي اللي فيها الوباء. وهذا هو من هذا المجهود الجبار اللي تيقوموا به الدرك، وكذلك تنشكروا الحضور ديال الصحافه شوف تي في اللي دارت المواكبه في هذا المجال هذا، ودار باش توري المجهود الجبار اللي تيقوموا به الجهات المسؤوله، والصبر اللي تيقوموا به المواطنين. للمواطن الحمد لله توا راه داير المجهود ديالو في هذا الامر هذا.